أحاديث عن جهود دولية مبذولة لإجراء حوار سلام بين روسيا وأوكرانيا. الكرملين قال إنه منفتح على الحوار مع واشنطن بدون شروط مسبقة، لكنه يحمل كييف مسؤولية عرقلة التفاوض، وأوكرانيا تشترط انسحاب الجيش الروسي قبل أي مفاوضات. فما هي حظوظ هذه الجهود الدولية خصوصا بعد التطورات الميدانية في خرسون؟ وهل تفلح الضغوط الأمريكية في دفع كييف إلى التوجه إلى طاولة التفاوض بشروط أقل؟ وللحديث عن هذا الملف ينضم إلينا في الاستوديو الخبير العسكري ألكسندر أرتامونوف. مرحبا بكم معنا. بالتوازي مع التطورات الميدانية الأخيرة في أوكرانيا، هناك تجدد للحديث عن إمكانية التفاوض بين موسكو وكييف. ما هي شروط الطرفين وما هي أو ما درجة واقعيتها في ظل الراهن من الظروف؟ أعتقد أن هذه الشروط واقعية من حيث المفاوضات. موسكو قد أعلنت منذ البداية إجراء هذه المفاوضات نظرا لتصريحات زيلينسكي ونظرا لتصريحات مختلفة للولايات المتحدة ودول أوروبية، ولمحت هذه الدول بإجراء هذه المفاوضات مع موسكو، وقد تحدث عن أنه لا أن يسعى إلى تحقيق نصر في المعركة ودهر الروس. ونظرا لأن المفاوض يمكن أن تحدث، يجب علينا أن نفهم أن موسكو لن تتخلي عن هذه الشروط الأولية، وبطبيعة الحال كييف لا تريد تقديم التنازلات من قبل موسكو، نزع عسكرة أوكرانيا ونزع فاشية في أوكرانيا وعدم إرسال المعدات والأسلحة من خارج أوكرانيا. وجميع الأمور سوف تحل على طاولة المفاوضات. ما تأثير الموقفين الأوروبي والأمريكي على قابلية الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على التفاوض بتقديركم؟ أعتقد أن أوروبا ربما تريد التأثير على كييف، وطبعا هناك تصريحات لجوزيف بوريل الذي تحدث مرارا وتكرارا عن استعداد لكييف في تحقيق نصر في المعركة. وبعد ذلك كانت تصريحات دبلوماسية ودوافع دبلوماسية. إذا ما تحدثنا عن القادة الأوروبيين، ماكرون غير جاهز للتفاوض، وطبعا هو يريد إطالة أمد السرعة. أما فيما يتعلق بشولتز وأورسولا فون دير لاين، فهؤلاء الأشخاص أو هذه الدول وأساس يمكن أن يرسلوا أسلحة لأوكرانيا لمواصلة الحرب في أوكرانيا. ابقوا معنا، وقبل أن نواصل حديثنا لنستمع إلى وجهة نظر غربية وتصريح وزير الدفاع البريطاني بن والاس بشأن المفاوضات ومدى استعداد الأوكرانيين لذلك. أعتقد أن الأمر يرجع الآن للأوكرانيين ليروا كيف ومتى يريدون التفاوض مع روسيا. كييف سترغب في القيام بذلك عندما تصبح في موقع قوة، وحاليا زخم الحرب صالحها، لذا لا أرى لما لم تقدم بعد على هذه الخطوة. ونعود إلى ضيفنا واستكمال الحديث. هل هناك تعويل روسي على تبدل في الموقف الغربي تجاه عملية التفاوض مع الجانب الأوكراني تجاه الموقف الأوكراني ربما؟
أعتقد أن فكرة الغرب الجماعي لا أساس لها، ليس هناك غرب جماعي، هناك موقف للولايات المتحدة، وهذه المواقف تملى من قبل الولايات المتحدة أثناء إرسال المعدات الكبيرة وأكثر من 20 آليات لرجم الصواريخ إلى أوكرانيا مثلا من بولندا، وأيضا هناك دعم كبير لأوكرانيا أكثر من 700 مليون أكثر من مليار دولار. فأعتقد أن هذه التدهورات مالية، فلا يمكن التخلي عن كل هذه المساعدات. أما فيما يتعلق بموقف الولايات المتحدة، طبعا هناك أشخاص آخرون مثلا الجمهوريين يمكن تقليص الدعم المادي والمالي لأوكرانيا. أما فيما يتعلق بأوروبا كما أفهم من تصريحات ماكرون، فإنه يريد تسليح أوكرانيا وتزيد أوكرانيا بالسلاح. وطبعا هناك فرصة للصناعة الفرنسية وللداخل الفرنسي السياسي لإعلاء سمعة الفرنسية في أعين الولايات المتحدة. إذا ما نظرنا إلى دول أخرى مثلا ألمانيا، فهي وإسبانيا أيضا هي هما لا تريدان الحرب في أوروبا مثلا. تطرقتم إلى الموقف الأمريكي، هل هناك ربما تعويل روسيا على نتائج الانتخابات النصفية الأخيرة في الولايات المتحدة وانعكاسها ربما على توجه واشنطن تجاه الملف الأوكراني؟ أعتقد أنه في الداخل الأمريكي هناك اختلافات لا يرجى لكم متابعة فوكس نيوز وغيرها من القنوات. وطبعا هناك أشخاص وسياسيون أمريكيون قد تحدث عن ذلك، ونحن نفهم أن أوكرانيا شأن شخصي لهانتر بايدن أو بايدن الأب. أما فيما يتعلق بالجمهوريين فمصالحهم لم تتعرض إلى أي أخطار، وطبعا هم معنيون بإرسال دعم كبير مالي إلى أوكرانيا. طبعا هناك صناعة أمريكية تعمل لمصلحة كل هذا الأمور، وأعتقد أن الجمهوريون أو إذا نفذوا الجمهوريون بتعهداتهم America First، فيمكن الثقة بأننا نصل إلى تقلص الدعم الكبير العسكري لأوكرانيا. ربط الانسحاب الروسي الأخير من خرسون من قبل البعض بالبحث عن أرضية مشتركة للتفاوض مع الأوكرانيين أو ربما مع الغرب حتى. هل كان هذا القرار قرارا عسكريا بحتا أم كان قرارا سياسيا؟ بودي أن أقول أن انسحاب القوات من خرسون أمر سياسي بحت، لأن حماية المدينة أثناء العمليات القتالية طبعا هناك أكثر من 180 ألف نسمة، فمن المتعذر مكان حماية كل هذه المدينة. فأعتقد أن هذا سوف يفتح بابا مشتركا لأوكرانيا وروسيا للتفاوض، فأعتقد أن هذا دعوة لرقص المشتركة. الخبير العسكري الروسي ألكسندر أرتامونوف، شكرا جزيلا لحضورك معنا.